الاستاذ مصطفي كامل. اهلا وسهلا استاذ مصطفي، هو الشاعر ايضا. اهلا وسهلا استاذ خيري. اهلا وسهلا. ازيك يا فندم؟ سياده النقيب الف مبروك على الفوز بمقعد النقيب. تستاهلوا. اهلا. متشكر لحضرتك والاستاذ خيري. الف مبروك، فرحنا بوجودك وواثقين انك هتعمل حاجات كتير في النقابه ان شاء الله، وداخل حامي جدا. بس قبل ما ندخل للي هتعمله، خلينا نسال عن اخبار الفنانه شيرين ايه؟ هل تواصلت مع حد؟ هل تواصلت مع المستشفى؟ ما هي الانباء التي لدى النقابه؟ انا لغايه النهارده يعني كنت موعد، كان او اتصل بيا اخويا المطرب احمد سعد امبارح الفجر. نعم. وزي ما انا حكيت قبل كده ان الاستاذ ياسر من اول امبارح لقيته بيكلمني بيقول لي في مشكله لشيرين وتمت التعرض ليها مش عارف ايه، ويعني الدور اللي اقدر اقوم بيه رحت مكلم رجل حبيبنا واخونا بساله على الامر، قال لي لا ده الامر ده مش من دلوقتي، ده الامر ده بقاله 5 ايام. فابتديت يعني ما بقتش عارف ايه اللي بيحصل قد ما انا بتمنى لها دعاء. وبيني وبينك مش عايز اتدخل في الامور الشخصيه، انا مش فاهم هل الرجعه زواج ولا اخوه، وابتدت الحكايه تتحكى لي ان اخوها، فقلت ابعد نفسي عن الحته دي خالص او عن المنطقه دي. وانا لكن انا كنقابه انا بدعم شيرين كل الدعم، انا ومجلس الاداره بالكامل، وانا كانوا معايا كل الساده الزملاء دلوقتي، قلنا كل الدعم وقت ما شيرين تحتاج لنا او تشاور بصباعها كده يا استاذ خيري احنا تحت امرها. كلمني الفنان الجميل اخويا وصديقي احمد سعد امبارح الفجر، واتفقنا انه هيعدي عليا النهارده في النقابه نروح لشيرين، اروح انا وهو نزورها. ايوه. انتظرت احمد ما جاش طول اليوم بكل الحالات يا استاذ خيري. احمد مواعيده وحشه. الامور الشخصيه انا لن اتطرق ليها لان انا مش عارف ملابسات اي حاجه. طب أيوة. احنا كنا بنتكلم لكن شيرين الفنانه الجوهره المصريه اللي انا زعلان من كل قلبي شخصيا مش نقابيا على ما قالت اليه الامور مع شيرين، انا بجد زعلان جدا. ربنا يقومها من اللي هي فيه بالسلامه، ربنا يعفي عنها ويشفيها، ربنا يهدي الامور، لان شيرين ما ينفعش تبقى هي دي الحياه وهي دي البروباجندا بتاعتها وهي دي الشكل المطروح على الاعلام وعلى وسائل الاعلام. كل اللي بقوله لحضرتك نقابيا بقى، النقابه مجلس اداره وانا شخصيا تحت امر مشاوره من شيرين. بس اسمح لي سياده النقيب، شيرين حاليا ليست في وضع انها تشاور او تطلب، يعني هل في اي خطه او فكره ما لدعم شيرين الفنانه من قبل النقابه ومن قبل اعضاء النقابه ومجلسها؟ يعني هل في تصور ما ازاي ممكن في هذه الكبوه ان يكون النقابه بجانب شيرين لحد ما تقف مره ثانيه؟ والله يا فندم انا اي نوع من انواع الكبوه هي فيها شيرين واحنا نقدر نقوم بيه انا شخصيا وانا نقابيا تحت امرها، بس انا مش عارف الدور اللي اتدخل فيه شكله ايه، لان انا شايف الامور معقده عائليا على مستوى زواج واخ، يعني مش عايز اقحم نفسي واقحم النقابه في امور شخصيه، لكن الامور اللي تخص شيرين الفنانه اختي وصديقتي وزميلتي اللي بحبها وبحترمها وزعلان عشانها، اي حاجه هتطلب مني اي دعم مادي ادبي معنوي فني انا تحت الامر. شيرين على المستوى الشخصي انا لازم اروح اشوفها وابتدي اعرف ايه اللي هي، يعني انا هزورها زياره شخصيه عشان اعرف كمان متطلبات شيرين ايه، هي محتاجه ايه، عايزه اتكلم معاها، عايزه افهم هي نفسها في ايه، وكل اللي احنا نقدر نقوم بيه على المستوى الشخصي والنقابي انا رهن الاشاره. احنا هنتابع معاك في الجزئيه دي وان شاء الله تبقى خير ونطمئن جميعا على شيرين. عايز اسالك بس على النقابه، انت دخلت النقابه واول بسم الله الرحمن الرحيم بتفتح الباب، رحت محول ناس للتحقيق، ثم اتخذت قرارا بايقاف مطربي المهرجانات بشكل مؤقت. انت داخل وكان لديك ملف خاص كنت عارفه ومجهزه قبل ما تدخل، ماذا وجدت في النقابه يستدعي الاحاله الى النيابه والتحقيقات، ولماذا اتخذت قرارك تجاه مطربي المهرجانات سريعا؟ وجدنا مصائب لمن تم تحويلهم للتحقيق، هم مطلب شعبي للجمعية العمومية بالكامل، كل الجرائم بتاعتهم كانت معلومة للعامة وللكافة، آخرهم كانت الفنانة أختي وصديقتي الفنانة نادية مصطفى، لسه نازلة على فكرة من معانا من العربية، وأنا معايا دلوقتي الأستاذ حمادة أبو اليزيد وكيل أول النقابة. أهلا وسهلا. ماشيين بالعربية. الكم اللي إحنا عرفناه واللي اتقال لنا
وكم فرض السيطرة والإجبار على إن المطربين تشتغل لهم بنص الثمن وياخدوا هم الفلوس. يعني الكلام اللي كان بيقوله حمو بيكا ده كان صحيح؟ يا حمو بيكا ده فرض. أنا معايا دلوقتي جاني معظم المطربين حكوا اللي ما حدش يصدقه، اللي لا يمكن يتصدق، اللي لا يمكن يتصدق. اللي هو إيه؟ من عائلة، هم كلها عائلة واحدة، عيلة واحدة، عيلة بتلعب بالانتخابات وتقول احنا اللي بنجيب النقيب، ولما يجي النقيب يغيبوه عن الدنيا كلها ويبتدوا عملوا. يعني نادية مصطفى نازلة النهارده مع من معايا جاي لها حالة صرع من المعلومات من اللي سمعته واللي شافته واللي بقيت مش مصدقة. بقول لها نادية مش معقولة، انت مش عارفة، كنتش عارف حاجة؟ قالت لي اقسم بالله عمري ما صدق ان الامور وصل كده. يعني كده الفنان هاني شاكر نفسه وهو نقيب لم يكن يعلم بمثل هذه الاشياء. الله اعلم. انا قلت إن طبعا ناديه بتاكد لي، يعني بتاكد لي ان هاني لا يمكن يعرف الكلام ده. وبعدين ناديه مصطفى واحنا قاعدين لامت على اخويا وزميلي وصديقي الاستاذ حماده ابو اليزيد وكيل اول النقابه دلوقتي، هو جنب بيت العربيه. لامت عليه قالت له حماده انت كنت تعرف؟ قال لها كنت اعرف حاجه. قلت له ازاي ما كنتش بتقول لي؟ يعني هم الناس ما كانوش متصورين ان الامور بالشكل ده، لكن الشارع كله كان عارف، لان ادوات اعلنا الفريق اللي انا حولته لتحقيق، ومش انا اللي حولته على فكره، حولته باجماع مجلس النقابه، حتى الناس اللي كانت معاهم اقروا بكل الحاجات وقالوا احنا كنا بنخاف منهم، كنا بنخاف منهم. احنا اي حد يا فنانا سياده النقيب احنا طمعانين في لقاء نقعد نتناقش على مستقبل الغناء وعلى المهرجانات وعلى حاجات كتير. موضوع المهرجانات في إجازة بسيطة يا أستاذ خير. اتفضل. أنا أخشى على نفسي وأخاف على اسمي وعلى سمعتي وعلى وضعي دلوقتي على رأس منظومة النقابة. لنا قادر على منع المهرجانات المنع النهائي، حتى لا ألام من فئة من الناس يقول لك قطع عيش وعمل والحاجات دي، ولا أنا قادر على إني أنا اللي أجيز هذا النوع المسف اللي البعض منه مسف جدا ما اقدرش اجيزه انا. فيقول لك مصطفى كامل شغل مهرجانات. انا بكره بامر الله تمت دعوه معظم الشخصيات الهامه في بلدنا في مصر، وكلنا هنقعد على مائده نناقش هذه الظاهره على اهم محاورها. ازاي احنا ما نروحش اشتغل مزيكا زي ما انت عايز، العب مزيكتك زي ما انت عايز، الكلمه الادوات المظهر العام ليهم هنتناقش. واخر توصيات اللجنه بامر الله بامر الله. انا مثلا شخصيا على راس اولوياتي هي الكلمه. ده كلام رائع. اذا بعد اجتماع بكره ناخد الاخبار الجديده، ماذا تم في اجتماع الغد ان شاء الله، وحسمتوا ايه الموضوع في موضوع المهرجانات. احنا بنشكرك جدا وبيننا لقاء هنا سياده النقيب. في انتظارك سياده النقيب مصطفى.